لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا هنا يهدد الصدارة يهدد مع مستوى المركز الثاني الله وصلوك يا بن حفيظ يصل هنا شعار الممثل الدائم للمعيدر يغير مجريات هذا الشوط مع الشاهينية شاهينية الهديفي معاك يا سهيل معاك يا زيد بن محسن بن ديل المضمر 200 متر ترحب بهذا القدوم بقدوم الشاهينية حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط المحاولات ولكن بنسلم وبنقول سلام المعيدر سلام سلامنا وتحياتنا لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي على فوز الشاهينية وتحقيقها بناموس هذا الشوط التهنية موصولة لزيد شعار القريم على المركزين الاول والثاني يا سلام بدا الانطلاق وبدت الحركه مع اندفاع غزيلان محمد بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت ينطلق يا سلام الله على هذا الانطلاق الممتاز يبتعد ابتعاد كلي عن اقرب المنافسين بعرض لافت للانظار محمد بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت يعلن عن هذا الانطلاق يعلن عن هذا الاندفاع الممتاز بانفراد كبير 200 متر والسلام لابن عقيل سلام بن عقيل سلام سلام على هذا الأداء الممتاز لا منافس على الإطلاق يسلم على مالكه مع نقطة الشوط الأول الرئيسي سلام سلام غزيلان سلام سلام بن عقيل سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار للمركز الثاني متابعة بن جهويل ولكن نعود إلى بن دهمة بن دهمة يتسلل نحو الصدارة ونحو المقدمة أرى أيضا الزقيبة بن جرحب بن جرحب بن جرحب بن جرحب يتسلل ويخترق الصفوف إلى زحف الزحوف ينطلق معه وعد ينطلق معه وعد لينطلق بآمال وطموحات هذا الشعار بن دهمة يحاول محاولات نهائية ولكن بن جرحب هنا يتصدر هذا الموقف غايدا لهذا السرب روح يا بن جرحب روح بن دهمة يحاول ولكن بن جرحب سلام بن جرحب سلام سلام لوعد سلام بينما المركز الثاني كان الوصول من نوع القمرة يقدم مبلش صالح بن حمد بن محمد القمرة من يقدم لنا مبلش يا سلام يا سلام انطلق المبتكر اندفع المبتكر يصمد صموت الجبال مع الصدارة والبداية هذا هو طايش 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 مع المقدمة وارصد الوصول ارصد القدوم من اللي واصل الملوم او نعم الملوم مع شعار الجحافي ولكن انطلق المبتكر يصمد المبتكر في الأمتار الأخيرة اللحظات الأخيرة سعود الملوم طايش اللحظات الأخيرة ولكن طايش مع شعار المبتكر من ينطلق مع الصدارة قدم ورنينج المبتكر على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار تهني سعود بن عبد الله بن أحمد سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي هو من ينطلق مع المقدمه ومع الصداره تابع القدوم بن عريج بن عريج بن عريج بن عريج ارصد القدوم ارصد الدخول هنا بن عريج ينطلق مع المركز الثاني ولكن النعيمي يقفل مجريات هذا الشوط سلام ناس يا سلام صباحك خير يا النعيمي صباحك خير صباحك ناموس صباحك انتصار بدون اي تعليمات تذكر تهانينا والمبروك لسعود بن عبد الله بن احمد النعيمي
على فوز ناصية بهذا الشوط وبدون حوسى البريد سلمان بن حمد البريدي في القيادة والمسايرة المركز الثاني. الانطلاق هنا والتحدي مع أيضا مع شاهين فهد بن علي بن حسن بن محمد القبيسي. القبيسي والبريدي على المركزين الأول والثاني والأمتار الأخيرة، اللحظات الخطيرة التي تفصلنا عن معرفة الفائز. البريدي على الصدارة، أهالي مصلال ولا أيضا شعار القبيسي قادم لا محالة على مستوى المركز الثاني. موسم يبشر بموسم خير، يبشر بموسم خير يا البريدي مع هذا الانطلاق. وسلام سلام يا البريدي سلام، ولكن الخطورة لا زالت قائمة مع القبيسي على المركز الثاني. يا سلام، ولكن اللحظات الأخيرة والخطيرة مع أيضا تحديات موسم محمد بن بخيت بن طالب بن مدحوس على البريدي. المركز الثاني كان من العجب الشهواني. المركز الخامس الغدوم الوصول من قبل وجود وتدخل وصايف فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، ولكن الصدار المقدمة شعار بن سرعان يغير مجريات الأمور. يا سلام يا سلام، يا لي من إنجازات هذا شعار، يا لي من تقدمه دائما في الصدارة. هذا هو شعار العنود، حي والله فالها وقبالها، وهذه هي سمحة تنطلق وتحقق آمال وطموحات مضمرها علي بن راشد بن علي آل سلعان المري، تنطلق مع الصدارة والبداية. تهانينا والناموس لمالك سمحة علي بن راشد بن علي آل سلعان المري على فوز سمحة وتحقيقها بين مساعدة الشوط. بينما خمسمية متر فقط تفصلنا على خط النهاية. شعار بن نورة مهمة قادمة، ناصر بن عبد الله بن راشد بن سعيد بن نورة. يا سلام الله، شوط مليء بالإثارة، التنافس الأخير، الشوط الأول الرئيسي. بن نورة يسلم على أيضا أهالي، على أهالي أم صلال في هذا الصباح. سلام بن نورة سلام، ناصر بن عبد الله بن راشد بن سعيد. بن نورة يسيطر على الشوط الأول الرئيسي لفئة الإنتاج والمنتجين. سلام سلام يا مهمة، سلام سلام يا بن نورة سلام. ناصر بن عبد الله بن راشد بن سعيد بن نورة جاءت لتفرق الصفوف في الأمتار الأخيرة وتسيطر على هذا المركز. سلام سلام مهمة سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني الظبي انطلق بانطلاق الحذر، ارى القدوم مهمة مهمة الفهيدية ايضا بالحو القادم بالحو القادم. يا بوي يا بوي، اين سوف يذهب هذا الشوط، الشوط الاول الرئيسي للقعدان الانتاج؟ روحي اللي تبقى الناموس البريدي والفهيدة وبالحول البريدي صامد، البريدي صامد صمود الجبال السود، ولكن مهم 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 البريدي البريدي الحذر، مهم مهم الحذر. يا بوي يا بوي، مهم مهم مهم، سلام مهم سلام سلام لمحمد بن سالم بن محمد آل فهيدة المري. تنويه انطلق التنويه مع شعار بن سروان مع شعار بن سفران، ولكن المبتكر المبتكر المبتكر. يا سلام يا سلام، سليل 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 تنطلق مع شعار المبتكر والنقطة الثانية في هذا الصباح. يا سلام، سليل تنطلق وتندفع مع الصرارة. سلام سلام حمد بن علي بن حمد أو علي بن حمد بن علي بن جرحب المري على فوز سليل وتحقيقها بناموس هذا الشوط، الشوط الختام للإنتاج والمنتجين. تهانينا والناموس لمالك سليل علي بن حمد بن علي بن جرحب المري. بينما المركز الثاني وصلت فيه دارنا اللي معه.